عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي تسريحة لحنين محمد غضية. أول شيء نجيب مسطة التقسيم وناخذ خص نقسمها على الجهة، بعدين ناخذ ربطة حنين. شو اسمك؟ يلا قولي لهم اسمه. قولي الاسم لكم. قولي اسمك. حنين. حنين ايش؟ محمد الغضية. حنين عندك انشودة بالهندي؟ انا واخي بالهندي. يلا قوليها حنين، قولي الانشودة. ميرو هيا مامي تو هاي برترسول مامي كي يا ستار سنبل بيارا مامي ستار يا حجاسو جهيا مامي أبا ستي يتني بيجي أي باستي أي باستي كم مستاتي جنبي تسبي يا أكاك بيار ماي دم شتبي يا أكاك بيار ماي دم شتبي يا أكاك. شكرا شكرا يا حنين، مرة شوتك حلوة. اليوم راح نسوي التسريحة. أول شيء ناخذ قسمة، طبعا أنا ضفيت الباقي على ورا. ناخذ قسمة بعدين نربطها. بعدين نشدها شوي، بعدين نلف الذيل نفسه، بعدين نفتح فتحة من هنا وندخل الذيل كذا. تطلعنا بهذا الشكل ونسوي زيادة، نقسم مرة ثانية، بعدين نربط هذه هنا عشان ما يعني إذا صاروا مع بعض بيكون يعني بيكون مخربط، ما نقدر نشتغل صح. نجيب ربطة مرة ثانية، بعدين نربط، نربط، بعدين ما ربطنا نسوي نفس الطريقة، اللفة ونفتح فتحة من هنا، بعدين ندخل الذيل. وبتطلعنا من هذه الطريقة. نسوي واحدة ثانية على حسب الشعر، إذا تبغون تسوون 4 3 2 اللي تحبون. بعدين نربط ربطة، نسوي كذا، نسوي هنا، ناخذ ربطة مرة ثانية ونربط. زي هذه الطريقة، ونفس الطريقة اللوف، ناخذ نفتح فتحة من هنا وندخل هكذا زي ما انتم تشوفون. نشد الباقي ونسوي واحدة ثانية، نقسم، حط شباصة، بعدين نشتغل هنا، قسم زي زيتو، قسم، بعدين نربط، وهكذا، بعدين نلف الذيل، ونفتح فتحة، وندخله، وكذا عكسناها.
دقيقة. ندخل هكذا زي ما انتم شايفين ونشد وكذا خلصنا التسريحة مرة جميلة كذا مرة حلوة تصلح لكل المناسبات. بعدين هذه ما سويناها نسينا مربطة نكسة وهكذا شد وتطلع لنا بهذه الطريقة. ما شاء الله. يلا قومي قومي الحين عشان نشوف شكلنا من ورا كذا. ايوه خلي وجهك على المرايه هنا. ايوه خليك اثبتي شويه. ايوه تسلمي يديك يا داليا. ما شاء الله ما شاء الله. هاي الحركات هذه شوفوا اشياء بسيطه يا جماعه لكن عملت حركه كذا في الشعر مختلفه. يعني اللي حاب يسوي اختلاف في الشعر حتى ممكن تصلح للشعر القصير. أي. بس يعني ما طبعا شعر الاولاد ما ينفع لهم. طيب بعد ما شفنا التسريحة شكرا حنين يعطيك العافية. بيض الله وجهك منور. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.